صار داخل على الواتساب. Number one, there is a or an. معايا بقى حل معايا. There is an apple. Okay, there is an apple. Okay, حل بقى معايا على طول على طول. عشان أول ما خلص وكل أنت خلص وتسلم أنت كمان. Number two. Whose book? هذا في الواجبات. You win are you traveling grammar 2-3-2. لا يا حبيبي. إحنا في الاختبارات. الوقت ده ما تطلع حلو. إحنا بنحب في الاختبارات. اسمه الاختبار البعدي. لقياس الفاقد التعليم. مو طالع نفس الأساس. مكتوب لي I have booked a ticket travel to Paris. ده مش ده. انت ده انت كده داخل على الواجب او الاختبار بتاع الحصه. انا عايز الاختبار اللي هو بالعنوان ده. الاختبار البعدي لقياس الفاقد التعليم. وين الاقي ده؟ وين الاقي ده؟ انا اعرف منين انا. طيب المهم الحصه مسجله وبرفقها بدرس النهارده. يعني الفيديو ده برفقه بدرس النهارده. ممكن بعد ما تشوفه وتعرفه. لو انت ما عرفتش توصل له دلوقتي بعد ما توصل له تدخل على المنصه وتشوف الفيديو المرفق بالحصه. هتلاقينا بنحل في الاختبار. خلاص هذا الاختبار. استاذ كمل الاختبار. استاذ اوكي تفكر فيها. استاذ الحل حق الاختبار عايز ايه يا ابني؟ حلقك ابوي. ايش الحل يا استاذ حق الاختبار؟ هاتي له حل. ما احنا بنحل اهو يا حبيبي. صار اختبار مو ذر اختبار قاعد تحلونه. احنا بنحل الاختبار ده. الاختبار الثاني اللي هو حق درس اليوم انت اللي هتحله بعد ما نخلص. بعد ما تخلص الحصه انت اللي هتحله هو والواجب. وتدخل تتفاعل على الفيديو زي كل يوم. ايه لك هذا الواجب قاعد تحلونه مو طالع لي يا حبيبي. مو طالع لك. ما هو طالع لزمايلك. شوف انت مش عارف توصل له ازاي. بعد ما نخلص ان شاء الله اقعد مع نفسك كده تعرف توصل له. خلاص ساعة. طيب خلينا نحله قبل ما تخلص الحصة. نمبر 3. أبقى شيء بقى 5 دقائق. Open the door please. Open the door please. Okay. Number 4. ها مين يجاوب نمبر 4؟ Who can answer? Who can answer? She ها ألو هز She has a bike. She has a bike because it's singular. Okay. After that, we have yesterday passed. So, left. He left the team yesterday. I have this book. This book is mine. This is. بصوا بقى في النقطة دي يا شباب. في النقطة دي يا شباب. الجواب الصحيح هو هير ده. بس انت لو عملته هيعطيك خطأ. فانت كده عشان ده غلط في الاختبار نفسه. قبل ما تحل النقطة دي الجواب الصحيح بتاع الجملة دي هو الأولى. ولكن الاختبار نفسه فيه خطأ. الاختبار نفسه فيه ايه؟ فيه خطأ. فانا عايزك اسمعني وانت ده هيوصل لك اللي انت عايز تعرفه كله لو سمعت الله. خلاص؟ بس يا حبيب اللي انت عايز تفهمه هقوله لك. انا عارف انت عايز تقوله. خلاص الجواب الصحيح هو هير. ولكن الاختبار هو اللي فيه خطا. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا نبقى عارفين ان الجواب الصحيح هو هير. بس نعمل دي عشان ما نفقدش درجات الاختبار. فعشان كده اختار الثانيه. خلاص طيب نمبر 8 هير ستوك هير. ايوه the computer isn't yours. It is hers. Hers. Excellent. Not both. خلاص. After that, how are you today? How are you today? After that, I accept. الأولى ولا الثانية؟ الأولى. Before. الثانية. Accept. الأولى دي معناها يستثني. I accept your invitation. I accept. أنا قبلت دعوتك. خلاص. طيب. May I help you? May. Right. And the other one, could you open the door, please?
could you open the door please. Okay, هي usually please. الاثنين زي بعض بس انت اختار الثانيه، ما حدش اختار الاولى، هما الاثنين واحد بس انت اختار الثانيه. خلاص، هي usually plays tennis. Okay, number 14, they normally walk fast. Okay, after that, I invited all of them, ها huh? except اللي فوق except you كلهم جيبوا باستثنائك. خلاص كده يا شباب، تعال نرجع مره بسرعه مع بعض كده سريعا. except اخر شيء نفس بعض. لا مش نفس بعض والله، مش نفس بعض. اعرفها اوريلك دلوقتي اعرفك الفرق. لا يا استاذ كنا نفس بعض. طبعا نشوف دلوقتي. there is an apple. اوكي رجع معايا بسرعه. whose book is this? open the door please. she has a bike. he left the team yesterday. I have this book. This book is mine. This this is طبعا قلنا الصح هير، ولكن عشان في خطأ في الاختبار فبنختار دي علشان ما نخسر الدرجات حق الاختبار. عشان كده this is her book. The computer isn't yours, it's hers. How are you today? I accept your invitation. خلاص. May I help you? Could you open the door, please? He usually plays tennis. متأكد انك مختار الثانية. He usually plays tennis. They normally walk fast. I invited all of them except محمد، يعني باستثناء في غيري. الثانية دي بقى expect دي معناها يتوقع، أتوقع منه معناها باستثناء، فاحنا بنختار باستثناء. أنا دعيتهم كلهم باستثناء محمد. خلاص يا شباب that was our lesson. ما هو دي ايه دي الحلاوة بتاعتنا.